أفرضت الصحف العالمية على صدر صفحاتها مساحات واسعة لطلب النيابة العامة توقيع عقوبة الإعدام على مبارك وبقية المتهمين. كانت محاكمة أركان النظام السابق قد أخذت منحا متسارعا بعد طلب النيابة العامة توقيع العقوبة القصوى على المتهمين للمسؤولية الجنائية عن قتل المتظاهرين. رأت صحيفة نيويورك تايمز أن القرار النهائي للمحكمة يمكن أن يحدد ملامح ذكرى الثورة المصرية في 25 يناير القادم، وهل سيكون يوما للغضب أم يوما للاحتفال. كما انتقد المحللون الأمريكيون تطبيق عقوبة الإعدام، وأنه في حالة تنفيذها لن تشفي أي جراح، بل على العكس ستبعد مصر عن الاستقرار. روسيا أعربت في بيان لوزارة خارجيتها عن قلقها من طلب النيابة، واعتبرت أنه من الضروري أن يأخذ القضاء المصري العوامل الإنسانية في الحسبان عند توجيه الإدانة إلى المتهمين حسب قولهم. اعترضت الخارجية الفرنسية على توقيع عقوبة الإعدام على مبارك، مؤكدة أن دولة فرنسا تقف ضد عقوبة الإعدام وتدعو إلى إلغائها في كل مكان، وأن مصر ليست استثناء. عقب الانتهاء من مرافعة النيابة يوم الخميس الماضي، أيد أهالي الشهداء الموجودون أمام مقر المحاكمة مرافعة النيابة وطلبوا بتنفيذ أقصى عقوبة على المتهمين حتى تثلج صدورهم. في حين أبدى مؤيدو الرئيس السابق اعتراضهم على مرافعة النيابة.